بزيارتكم قلبي يسعد. أهلا أهلا يا أحبابي بزيارتكم قلبي يسعد. لكن يا جدي ما هذا؟ مهلا، هذا موم قرد وهناك ثعالب ماكرة تأتي للسرقة والصيد. لكن الحارس قمار يحرس ويراقب في جد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. فلنستمتع بإجازتنا، هذا لا يزعجنا بعد. يا له من يوم حار، لماذا يجب أن نعمل في هذا الجو؟ أتفق معك يا دانا، كم أتمنى لو أجلس على سريري في هواء المبرد المنعش وألعب على جهازي اللوحي. نعم، وصنع بعض الفيديوهات الممتعة بكاميرتي، كم اشتقت لها. يا له من يوم حار، إنه حقا يوم مناسب لي. مناسب لماذا يا جدي؟ أكمل حديثك أرجوك. للذهاب في رحلة إلى الجدول القريب وصيد بعض الأسماك، ويمكن أن نتناولها في الهواء الطلق وسط الأشجار. شكرا لك يا أبي، لقد أنقذتنا من تذمرهما. بفضل تذمرهما سنذهب في رحلة رائعة. كم اشتقت إلى رحلات الصيد. جدي، لقد جلسنا هنا ما يقارب الساعتان ولم نصطد أي سمكة. الساعتين يا سعود، لما يقارب الساعتين؟ فيصل، ساعتان أو ساعتين، في النهاية لن تصطاد شيئا. لماذا؟ لأنك لم تضع طعما في سنارتك. الصبر يا أولاد، الصيد يعتمد على الصبر. اصبروا وستحصلون على الجائزة. جائزة؟ هل سنصطاد كنزا من أعماق الجدول؟ ربما. لقد اهتزت، هل رأيتم سنارتي؟ لقد اهتزت. هيا فلتسحب الخيط سريعا. لا، فردة حذاء. يا له من صيد ثمين. يبدو أن فرصتنا جاءت على طبق من فضة. الفضة في أيدينا ستصبح ألومنيوم. لا تكن متشائما يا ثعلوب. حسنا، ستصبح نحاسا. هذا أفضل، والآن إلى الخطة. أحب الخطة جدا، أنا ممتاز في تنفيذها. تقصد في إفسادها. توقف عن الشجار، سنتناول اليوم سمكا لذيذا. فهم. سنذهب لنصطاد. هل أحضر سنارتي؟ ومن يحتاج لسنارة؟ ولدينا عائلة تصطاد من أجلنا. لقد أمسكت سنارتي سمكة أخرى. انظروا. وأنا أيضا. سمكة صغيرة. أفضل من لا شيء يا دانا. توقف عن إغاظة أختك يا سعود. لقد مللت، لا فائدة. الصبر يا دانا. ألا
جائزة يا دانا ستكون فردة الحذاء الأخرى. سعود. مومو، هيا نجمع بعض أعواد الحطب حتى نبدأ شي السمك الذي اصطدناه. لم أقل لكما أننا سنأكل اليوم سمكا شهيا؟ أشعر أننا سنفشل مثل كل مرة. لا، سننقض ونأخذ السمك وهم مشغولون بجمع الحطب ولن يشعروا بنا. هيا. مومو، ما الذي حدث؟ لا لا، سمكنا الغالي. لا فائدة، لا تطاردهم يا سعود، لقد ابتعدوا. هذه الثعالب الشقية سرقت السمك كله. هل يمكنكم مساعدتي؟ السنارة تنجذب بقوة. هيا بسرعة نساعد دانا. أخبرتك يا دانا. نعم يا جدي، هذه هي جائزة الصبر. أين السمك يا ثعاليب؟ لقد متنا من الجوع. ما هذا؟ أين السمك أيها الطاهي؟ وضعته في النار لكي أشويه ونسيته فاحترق تماما، لذا سنتناول اليوم مرقة السمك المحروق. تتا. ماذا؟ حرقت السمك يا ثعاليب؟ تعقل يا ثعلب. كما توقعت، فشلنا في النهاية.